ورحمة الله، معكم قناة ديريس إنصاف. اليوم غادي نشارك معكم خيضة ديال الدجاج اللي كتجي في البنة ديالهم رائعة بزاف بزاف، ونتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم وتكملوا معايا الفيديو حتى الآخر. عندي هنايا خيضة ديال الدجاج على الكمية على حسب عدد الأسرة. عندي هنايا تتبيلة، عندي سكينجبير، فلفل أحمر، لبزار، كركم، قزبر يابس، ملحة، قرفة وشوية ديال الزعتر. وهاد التتبيلة تقريبا عندي كل تتبيلة فيها نص معلقة صغيرة. وعندي ورق ديال الرند، ورق سيدي موسى. عندي هنايا قزبر ومعدنوس اللي قطعته، وعندي جوج فصوص ديال الثومة يكونوا متوسطين ماشي كبارين بزاف. عندي شوية الماء باش نخلط شرمولة، تقريبا نص حامضة عصير نص حامضة، وتصل معالق كبار ديال زيت الزيتون. ودابا غادي نبدا في تحضير ديال الشرمولة اللي غادي نشرمل فيها في خيط الدجاج اللي انا تكيته من قبل بالكيغدون على هاد باش يدخل لهم شرمولة ويدخل لهم الطياب. ودابا يلا معايا باش تشوفوا الطريقة. حتى الاخر غادي نوضع الحطرية في هاد البول، غنزيد عليه ثومة وقزبر معدنوس، ونضيف عليه زيت الزيتون، ونضيف عليه عصير نصف حامضة، والماء. ما شرملتهم غادي نغطيهم بورق سلوفان وغندخل لهم الثلاجه مده 2 ساعات عاد غادي نستعملو. 2 ساعات جبت الفخيضات درتهم في الكسكاس ديال طنجره الضغط، وضفت عليهم جوريقات ديال الرند، وغادا نسد على كوكوط تقريبا 20 دقيقه ونوضعها فوق النار. ومن بعد تشوفوا معايا الطريقه. ومن بعد ما تفوروا الفخيضات ديال الدجاج غادي نوضعهم في البيض من بعد الشابلور ونديرهم في صفيحه ديال الفرن باش يتحمروا. دابا غادي نبدا. غادي ندخلهم الفرن على درجه الحراره 150، غادي نشعل عليهم من الفوق والتحت في نفس الوقت باش يتحمروا، وتقريبا مده 25 دقيقه فوق اللي غادي يتحمروا لنا الفخيضات. الشكل النهائي ديال الفخيضات الدجاج اللي شاركت معكم اليوم كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف بزاف على هذا الشكل هذا. جربوهم ورافقتو مع شلاطه ديال الكرنب والبطاطا. وبالنسبه للناس اللي كيوجدوا شابلور في الدار، ضيفوا عليه شويه ديال سكينجبير وفلفل احمر وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار باش يجي بنين شويه. نتمنى ينال اعجابكم، والا كنتو جداد في القناه ضغطوا على زر الاشتراك وشاركوا الفيديو ديالي مع اصدقائكم واحبابكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.